نشوف التقرير ونبدأ مع حضراتكم فقرات حلقتنا. موهبة تمثيلية منذ الطفولة ومسيرة فنية كبيرة، اشتهر بدور الضابط بعد أن قدمه أكثر من مرة في أعمال سينمائية. إنه الفنان الراحل أشرف مصلحي. انتوا نفدتوا منها المرة دي، الراجل اتصالح على مراته القديمة والقضية اتلمت. أمال يعني لما أخذ الكفالة دي عشان إيه؟ مزاجنا، عايزين نقلبكوا المرة دي، عايزينكوا في مصلحة. يا باشا قلت لك 600 مرة مش هشتغل مرشدة، يعني مش هشتغل. خدنيش أنا يا باشا. أنت تشتغلي مرشدة؟ ده انت تشبهي بلد يا بنت. ريح نفسك يا باشا، رجعني التخشيب احسن. مع اول ظهور سينمائي له في فيلمي ابواب مغلقه وبونو بونو، استطاع مصلحي اثبات موهبته وحضوره القوي على الشاشه، ليتنقل بعدها بين الادوار ويشارك في الكثير من الاعمال السينمائيه. اهلا اهلا بالكبير، ولا نقول استاذ منصور؟ كام دول؟ أبوك من نظرة واحدة كان يعرف دول كام. الكلام ده كان زمان يا حمدان، دلوقتي الكبير بيجي يتعلم ولسه ياما هنشوف. ومن السينما إلى التلفزيون، حقق مصلحي نفس النجاح فقدم أدوارا مميزة في أعمال درامية مثل فريسكا، قضية رأي عام، تاجر السعادة، البطنية وغيرهم الكثير والكثير. اوعى يا جابر تفتكر ان انا بعمل معاك ده عشان موضوع قضية خلوصي سمارة. خلوصي سمارة هيقع، هو بس زي ما تقول دلوقتي بنتفلو ريشه ريشة ريشة، لكن هيخش القفص برجليه وبكرة الجرايد كلها هتكتب. وبعد هذا التاريخ الحافل، دخل مصلحي في صراع مرير مع المرض امتد لحوالي 3 سنوات لم يستطع خلالها العودة للتمثيل من جديد، ليرحل عن دنيانا عن عمر يناهز 49 عاما، تاركا أدوارا تمثيلية رائعة وسيرة ومسيرة باهرة. من مصر، طارق أحمد.